السياسة هي إدارة الشأن العام، لكن يبدو بلبنان ما حدا ماشي على هذا المبدأ. الصراع السياسي عم بيدور من حوالي 5 أشهر حول مشروعين سياسيين، بينما المشروع الاقتصادي عم بيكون مغيب كتير بهالوقت، رغم أنه في مشاكل كتير اقتصادية معيشية وحياتية. موسم الصيف صار في انتعاش بالمؤشرات الإيجابية، كان في عنا سياحة جيدة، تدفق أموال نقدية، ميزان المدفوعات عمل فائض تقريبا 5 مليارات دولار، الودائع على المصاري بيت تدفع وصارت تقريبا 15 مليار دولار، احتياط مصرف لبنان صار 26 مليار دولار ونص. هيدي كلها مؤشرات إيجابية بتدل على نمو راح يصير بلبنان تقريبا بمعدل 7-8%، ولكن بالمقابل في عنا استحقاقات معيشية ما كتير عم تاخد اهتمام عند المسؤولين، بالأخص إنه هلا عنا حكومة تصريف أعمال. أكيد البداية كانت مع موسم دراسي باستحقاقاته المالية، الأقساط مرتفعة، وكان في خوف الأهالي على أولادهم من إنفلونزا الخنازير يلي بعدها متفشية لحديت هلأ وما إلى علاجات شافية. الموضوع كان كتير مزعج بالنسبة للأهالي، الدولة ما كانت كتير قادرة تضبط الموضوع لأنه عالميا عندنا مشكلة، في عنا غلاء مستمر، ربما مش لأنه في أسعار عم تغلى ولكن ما في قدرة شرائية ممكن عند الناس تقدر تلائم هالمستوى. والأنظار هلأ أكيد عم تترقب عيد الأضحى وموسم عيد الميلاد والأعياد رأس السنة، يعني هيدي هالمواسم بتوسع دائرة الإنفاق عند الأسر اللبنانية. هالاستحقاقات المعيشية ما كانت لوحدها بالساحة الاقتصادية، صحيح انه ما في موازنة بعد والدولة عم تصرف على القاعدة الاثني عشرية، ولكن الدولة عم تصرف، يعني في اجورة ومعاشات القطاع العام عم تنعطى، في استحقاقات مالية بتحتاج لاطلاق اصدارات جديدة، في مشاكل جذرية بقطاعات حيوية بتذكرنا كل مرة باهمية الاصلاحات اللي عم يطالب فيها المجتمع الدولي. إضافة لكل هالمشاكل ظهر بالفترة الأخيرة موضوع أثير حول مادة البارابين ووجودها بمستحضرات طبية ومواد تجميلية بتسبب سرطان الثدي عند النساء وبتقلل الخصوبة عند الرجال. هذا موضوع خطير، ومن كم يوم كمان فتح بالبلد موضوع قصة المبيدات السامة يلي موجودة بمعظم الخضار والفاكهة اللي عم نتناولها. إلى جانب هالأمور اللي عم نعاني منها، زحمات السير على الطرقات، يعني سواء كان بموسم الصيف اللي تحملناها هلأ مع العواصف الطبيعية وحتى بدون عواصف طبيعية وما تؤدي إليه من انقطاع بالكهرباء وانقطاع بالطرق، يعني في مطالب، جملة مطالب معيشية وحياتية ما عم يتم العناية فيها كما يجب. 5 أشهر بلا حكومة، صحيح البلد ماشي ولو بوتيرة بطيئة، لكن يمكن يكون أفضل إنه نبقى هيك. إذا ما كانوا السياسية رح يوضعوا الملفات المعيشية والحياتية فعلاً ضمن أولوياتهم، على الأقل ما بتجوز بساعتها المحاسبة الفعلية وتحميل المسؤوليات، وبيكون الاعتماد التام على العناية الإلهية.